الحمد لله، اللعيبه كلها كانت في فورم والحمد لله كانت توفيق من عند ربنا، والف مبروك للناس كلها، والحمد لله على النتيجه مهمه جدا بالنسبه لنا، وكنا بنحلم بحاجه زي كده. الحمد لله احنا مركزين على نقط معينه. اللعيبه كلها كانت مركزه، بقالنا حوالي اكتر من سنه مركزين في البطوله دي، فالحمد لله اكيد ربنا ما ضيعش تعبنا، والحمد لله كسبنا وكان هو ده اللي احنا كنا بنطمح له. يعني طبيعي ان في الاجواء زي دي بيحصل حاجه زي كده، ده حاجه اقليه. يعني شايف الشعب التونسي الحمد لله في ترحيب كويس، واحنا في الاخر يعني وطن عربي، يعني فرب ما يبقاش فيه اي حاجه ما بيننا، وهو ده اللي احنا بتقضي بتتلعب عشان خاطر نوحد الدول ونوحد الشعوب وما يبقاش فيه احتقان ما بين الشعوب، وده اهم حاجه. فريق تونس فريق كويس، وفريق مصر فريق كويس. اعتقد الفارق كان في الاول وفي الاخر التركيز والعزيمه على المباراه والحفاظ على الهدوء وتركيز في المباراة، وما ندخلش أي عوامل خارجية في المباراة، وقدرنا الحمد لله نسيطر على المباراة من أولها لآخرها ونكسب الحمد لله. ما بحبش أدي تعليقات على المواضيع دي، وفي الأول وفي الآخر إحنا يعني أنا هدفي إن إحنا كسبنا الحمد لله، ووجهة نظري إن هم ممكن يكونوا انجرفوا شوية مع التركيز معاهم، بس أنا ما بحبش أدي تعليقات على الموضوع ده. الخطوة الأولى بالنسبة لنا، وإن شاء الله توكي الخطوة الثانية نعمل أحسن نتيجة ممكنة، وأحسن نتيجة نقدر نعملها إن شاء الله في 2021. كنا مظبطين للبطولة دي من زمان ومذاكرين كويس من أول يوم وإحنا بنتفرج على تونس ومحضرين الماتش ده. ربنا كرمنا والحمد لله، كل اللي إحنا كنا بنطبقه في التمرين حصل في الماتش الحمد لله. حكم مباراة، حكم لهم ماتش الجزائر، والطبيعي ان العكس، احنا بنلعب على ارضهم وسط جمهورهم، مش شايف ان الحكم كان ليه اي دور في الفوز.